8 مشاريع من أصل 21 مشروعاً لتربية المائيات دخلت حيز الاستغلال والإنتاج بولاية مستغانم مؤخراً، مشاريع سترفع قدرة إنتاج الولاية من الأسماك إلى 20,000 طن وتوفير أزيد من 500 منصب شغل. تملك ولاية مستغانم إمكانيات وقدرات هائلة لتمكنها يعني من تطوير وترقية الاستثمار فيما يخص تربية السمك. هذه التجربة ناجحة راح توفر تقريبا 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وراح ترفع قدرة الإنتاج من 10,000 طن إلى 20,000 طن سنويا. تسهيلات وامتيازات تنتظر المستثمرين في مجال تربية المائيات، بداية من المرافقة الإدارية إلى غاية دخول المشاريع مرحلة الاستغلال. التسهيلات نعطوهم في البحر مثلا في تربية السمك، نعطوهم 20 هكتار في البحر من أجل الأقفاص العائمة، ونعطوهم 1000 متر مربع لإقامة قواعد الحياة للاستغلال هذه المشاريع، إلى جانب التسهيلات الإدارية بطبيعة الحال، ونرافقهم مع البنك من أجل تسهيل إجراءات الحصول على قرض الاستغلال. إمكانيات كبيرة لتطوير الاستثمار في مجال تربية المائيات داخل الأقفاص العائمة تتوفر عليها الولاية، من شأنها إنعاش قطاع الصيد البحري في حال الاستغلال الأمثل.